كابتن اسامه الف مبروك، فوز مستحق طبعا للنادي الاهلي وتصدر عن جداره واستحقاق. طبعا. خلينا نتكلم في النقطه دي برضو. انا عايز اقول لك حاجه، مودست الثلاث ماتشات ولا الاربع ماتشات اللي فاتوا ابتدى يحط رجله، ابتدى يعرف طريق المرمى، ابتدى يتاقلم شويه كويس. فانت في نفس الوقت، كابتن شريف بيقول لك ما تبعدش وسام، لان دخل ولعب نشيط جاب جولين. ما انا في نفس الوقت انا كمدير فني قناعاتي بمودست عاليه، فما بعدوش عن الملعب برضه، يعني عايز رجله في الملعب، عايزه يكمل بصمه، عايز يحط بصمه. اكيد كل مدير فني بيبقى ليه وجهات نظر، بس هو يعني حتى هذه اللحظه، مودست لسه ما اقنعش جمهور الاهلي ولا النقاد ولا المحللين ان هو المهاجم اللي يلعب اساسي فرقه النادي الاهلي. هو الراجل عنده قناعات بالظبط وشغال عليها، ماشي، ادينا احنا بنتابع وبنشوف. هي الفكره اللي الكابتن شريف بيتكلم عليها ايه؟ ان احنا بنقول وسام ابو علي واضح انه انشط في الحركه شويه، اسرع، اخف، لعب الماتش اللي فات جاب جونين. هو قصد كابتن شريف ان كان يستمر في الدفعه دي، يستمر انه ممكن يبقى يجي منه اكتر، يستمر. فهي وجهات نظر يعني في النهايه مستر كولر بيوازن الاداء بين مين اللي يبدا، مين اللي يلعب، مين اللي يجهز شويه. وخاصه احنا قلنا النهارده المباراه النادي الاهلي كده وصل، لكن كان بيبحث على المركز الاول، لكن ما فيش الخطوره الكبيره انه هيبقى بره البطوله مثلا لو خسر. فعنده اريحيه انه ممكن يغير ويبدل ويشوف، يدي لده يوقف ده على رجله، يدفع في ده شويه. عنده رؤيه معينه بالنسبه له لسه ما وصلتش لينا او للجماهير او للنقاد او كده، هنشوف مع الايام. ولكن يعني فكره الكابتن شريف انا معاها، ان هو يعني كان وسام ممكن ياخد وقت اطول من كده، يعني هو لعب ب 14 15 دقيقه، محتاج ياخد وقت، خاصه خد الدفعه، يعني خد دفعه توفق. ايوه، خد دفعه انه لعب وجاب جون وضربه جزاء ونشوف برضه، لان احنا لسه برضه مش حكمنا نهائي على وسام، احنا بنقول انه يعني ايه خد الدفعه فيكمل. يعني دي وجهات نظر، واكيد مستر كولر هو اللي بيصير الاداء فيها. لكن بصفه عامه الشوط الثاني النادي الاهلي كان افضل، صحيح، احسن بكتير. يعني احنا اتكلمنا عن السيطره والاستحواذ، الشوط الاولاني كانت قليله قوي، الشوط الثاني لا، احنا اللي مسيطرين تقريبا على معظم الشوط الثاني. سرعه الاداء عليت، بقت في خطوره من الجانب الشمال اللي فيه معلول وشحات، الى حد ما الناحيه الثانيه اتحسنت شويه برضو، اليمين اللي فيها اكرم وبيرسي مش بالخطوره الكبيره، بس الناحيه دي اتحركت اكتر. نص الملعب ابتدى عمرو السوليه ينشط اكتر، وشفنا كورتين خطيرين، واحده الشحات كان ممكن يجيبها هدف بعد الهدف الحلو قوي، بس هو حب يعملها بالعرض لمودست، او بعديها السوليه عمل تسديده حلوه قوي. فالاداء اتحسن كتير قوي الشوط الثاني، من حيث السيطره والاستحواذ، من حيث سرعه الاداء، من حيث الهجمات الخطر. بقيت حاسس ان النادي الاهلي ممكن يجيب جون واثنين وثلاثه. وطبعا ده برضو كان اكيد من احساس اللعيبه ان الشوط الاولاني ما كانش مقنع قوي، وثانيا ان اول دقيقه تقريبا في الشوط حسين الشحات جاب هدف جميل قوي، عملها حلوه قوي المعلول، ومعلول صبر واستنى عقبال ما حسين جاله وحطها حسين، فكمان فتحت الموضوع قوي. النادي الاهلي بقى هو الاكثر استحواذ، هو الاكثر سيطره، هو الاكثر خطوره، هو اللي واصل للجون دايما، يعني باستثناء كوره ولا كورتين لفرقه يانج افريكانز. النادي الاهلي استحق الفوز، وخاصه قلت لك الشوط الثاني. وطبعا برضو شفنا مصطفى الشوبير تالق في كوره حلوه قوي، اتلعبت بالعرض واتحطت بالهيد، في شالها كويس من على السته، من الزاويه القريبه. عبد المنعم النهارده عامل ماتش كويس،
مروان عطيه الشوط الثاني افضل وعامل ماتش كويس. ربيع عامل ماتش كويس. الشحات انا قلت لك من الشوط الاولاني اكثرهم حركه وخطوره، وفعلا هو اللي عمل الجون، وحتى خطورته لغايه لما طلع كان عامل نشاط ناحيه الجبهه الشمال. فالنادي الاهلي الشوط الثاني ما فيش شك انه افضل واخطر واستحق، وكان ممكن يضيف اهداف كمان. صحيح.